واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وهنكب الله بنا إن شاء الله تعالى آيات بقول كنتم يلح إلى آيات بقول لحدا يصدح سورة العراف. نبي الله موسى عليه السلام مركي قوم في سيدي بقى عابدين سيأي ألا أغسو عدود جارتان تضبات النبو الصوعي والله بهاي رجفة قبطي مركة ويقولك إميل بالك قريرتي مركة وايد دنتين إيا ويسو حيال الله بدأ بوالا ليها إنا دنتين هذا دنتين ولا سنو ليه وحاني إذا ابن الرأي سميين إيا وحي سميين نبي الله موسى أليه سوبر يوحو يلي إلهي ونو دم بداف ونو نحريسو امتحان كانوا نواء امتحان أذو أضح كنتي مركة دعالي نبي الله موسى سعطوه واكتب لنا ناقر واكتب ناقر ونو واجبي معنا نصي نوحكم لنا أنك في هذه الدنيا الدنيا عن لحدة حسنة ونا إله برواقية نبت قلي وفي الآخرة آخرا إله حسنا نوحكم النعمة ذي يجنة في عناي محايا لإن أنه هدنا وان طوبك أن وان نقن إليك حقا أن نقن نبي الله موسى الدعالي سبك مدهي إله آخري أدوم أنه ناجب اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين لمعنا تهي واكتب لنا اللو نو واجبي نوحكم في هذه الدنيا الدنيا دار لحدة حسنة ونا وأن بتقلي يا برواق يا شر الآن وفي الآخرة آخرا حسنة اللهم نوحكم وجنة دار يا تبي الله فكاهي إنا أنجو هدنا إليك وحكت وصليا إنه توبة كان يبو الله كبر يا كت وصل إلى هو توبة كان يب توبة النجاة قبل بولي هاي قال الله حيري عذابي عذاب كيجا أصيب وانكرهدا وانقاصيب به عذاب كما نشوقف كالدونه والرحمة رحمة ديضنا وسعد وواسع نقطة ويوذا قادا كل شيء شيء لأركا كله رحمة ديض ويوذا قادا فسأكتبها وان أقري وان أواجب رحمة ده للذين كي يتقون ربهم ربك واتكبقه ويتون الزكاة الزكاة نبحية إيه والذين كوي هم إيه يؤمنون رمي بآيات لا يده يكرمي نبي الله موسى دعالي سوحا كمدا إله عذاب كأد نقوف الدي إله نقد الغاب دعالي سيد لحظة يدكو شفتا بكا ألو عليه عذابك عدان دونان كره مركا كو عذابك كو دعي بالمثل إسدل إلا هو عذاب إسدل كلفتيسو إسلايا لي مركا عذابك عدان دونا يان كره دا مركا عذابك في بني إسرائيل كو دعي وامدان أنه الله دوني وي وامدان الله دوني مركا وو ككري إلي الله سبحانه وتعالى إنتي بقية دعي قال وحي إلي الله عذابي عذابك أصيبه وحان كره دا كو أصيبه بيعذاب كما نشاء كفان دونه مركا ريبان إسرائيل قار كود كوان عذاب كان لدوني ويهي معنه والرحمة الرحمة ديدنا وسعد وي وذا كل شيء شيء لأرك كل واسع نقطها وحال إذا مركو الله سبحانه وتعالى الرحمة ديدو شيء وي قادا إبليس بادنا مع قلي وحيو لدى أنقب الشيء قاسان كم ده كل شيء رحمة ديدو وي وذا قادا مركا سال لي أريكو كمجر تدو فسأكتبها وحان أقري أواجبي للذين كن يتقون ربهم ربك واتكبقي ويؤتون الزكاة الزكاة بحيي إيو الذين كوي هم إيو بآياتنا آيادها يؤمنون بهمي كواسا أقرن تمركي إبليس الكاس كبحي مركي سيدا ليري بيهودي النصارى وحيدان أنا قلنا يدو متقين بانه مركا رحمة دي الله خجان كقبنا كاسا وحالقو يدي مايا تقودين وحبا تاري ميسا كوا رحمة أي قاري سوحوي الذين كوا يتبعون الراعة الرسول الرسول كالراعة محمد النبي النبي الأمية وحما قرها يعني كما ولدت أمه سيدي هو يلي أرد شيء الذي رسولك يجدونه يهود أي كهليان مكتوبا إن لغو قري عندهم أكتوضة في التوراة والإنجيل إن لغو قري مكتوب وحال قري وامحي سفديسي حتى مقعسي بها لقري مكتوبا صفته ونعته وأسماؤه يا الله قري عندهم أكتوضي يا الله ويهيا في التوراة واللغو قري والإنجيل يأمرهم نبغا سوى أمره بالمعروف وحوناك سنبو أمرها بغن كيسي كمتهاي وينهاهم حضتك كرهبا عن المكارح مانتو كرهبا ويحلو حقوق حلالية لهم يقع الطيبة يهودي هالكاسي مركا كواردي مركي اللي يري متقين تار رحمة داله ويريهن أنبا متقين بانهي بالي رمايا إذن كاسو كلمة هي نبي الله محمد كوا مانت الراعة كواسو هي كوا رحمة دالة قاريساي ويذن كو يهودا أما النصارى هدى نبي الله محمد راعدان خير بدن بعد هلي يسوين الذين ذمرك وحي صفكتها للذين يتقون
هو كو يتقونتم متقونتم الذين كو يتبعون ساعه الرسول رسول الله راعي محمد النبي النبي اهل الصدر رسول يا النبي ويكلا خاصين نبي واحد لو وحيودي شرع لو دين لو وحيودي حديث لا ديرو او عيد لو ديرو مركا رسول يا النبي صلى الله عليه وسلم الأمية ee aan wax qori aqoonin umminimadu nabiga sharaf bay wahay waligi wax ma qorin waxa weeye cidna cilmi kama soo baran isagoo sidiisi iska ahooyadii ku soo dhashay waxa weeye ya diinta loo waxyooday waxa aragtay bu dadka u keenay alladii ummiga yajidunahu ay yahuudi ka helayaan ya nasara maktuban kii lagu qoray sifadiisa iyo waxa weeye nactigiisa iyo tilmaantiisa indhum abtooda lagu qoray fil tawrati baana lagu qoray iyo wal injiil injiil baa lagu qoray hatta waxa ku qoraa meeshu ku dhalanaya inay maka tahay meeshu ka baxayaana meeshu u hijroonayaana ay madiina tahay baa hatta lagu qoray intaas waa wax looga zamanka nabigu dhalan doono waxa la wixii faalin jiray iyo wixii jin la hadli jiray iyo wixii taariikhana ha ya kulli wada sheegay oo nabiga noocaas ah ninka maxamed la ilaaba dhalan doona ya la yimid magaca maxamed ah shan iyo toban nin baa ugu horeysa layda nabiga calayhi salaatu wasalaam shan iyo toban kan ninba isagaa lagu daydayay baa layda markii taariikhdii oo dhan isku raacday in sanadkan maxamed dhalanayo yaa niman badan oo qureyshi yay wiilashoodii maxamed wada bixiyeen sidaasoo kale marka nabiyulaahi maxamed macruuf buu ahaa waa kii layidhi goormeed adduunka soo dhex gashayo waxa weeye dacwatu abi ibraahim wa bishaaratu akhii ciisa wa ruyatu ummi berigu adduunka magaciisa soo galay isagaa dhawaada marka way ka helayeen waxaa ka mid a dhaqankiisa yanhaahum wuxuu ka nahiyey nabigaasi ya'muruhum wuxuu amri bilmacruufi waxa wanaagsan oo sharcigu yaqaano caqligalka abuu amri wayanhaahum wuxuu ka nahiyey oo ka reebi cani lmunkari xumaan oo dhan wayuxillu wuu u xalaalayn lahum iyaga atayibaati waxa wanaagsan oo dhan waxyaabihii iyaga cuquubo darteed looga xaaraameeyey oo geela hilibkiisa iyo caanihiisa iyo waxa noocaasoo kale ah waxaasoo dhan baa loo xalaalaynaya yuu nabigana u xalaalayn hadday raacaan yuxillu wuxuu u xalaalayn lahum iyaga atayibaati waxa wanaagsan oo ka xaaraamta ahaa wayuxarimu wuu ka xaaraam yeeli calayhim dushooda alkhabaaisa wax xun oo dhan sida doofaarka iyo ribada iyo waxyaabaha khabiiska oo dhan wa hadday raacaan wayadacu wuu ka dejin wuu ka ridi wuu ka dulqaadi canhum xaggooda israhum culayskii saaraa iyo wal aqlaala wixii luqunta ugu jiray yacni aqlaal waxaa looga jeedaa wax culays dusha ka saaran oo marka isriga iyo aqlaasha waa isla mid weyn allatii aqlaashii kaanad ahayd calayhim dushooda ahayd waxyaabaha uu ka riday waxaa ka mid a nabiyulaahi maxamed bilmatal meelaan kaniisad ahayn salaadu kagama asaxayso iyaga nijaaso hadday meel kaga dhacdana waxa weeye waa in la gooyo meeshii la jaro innaga biyo weyn toobakeenkoodii wuxuu noqday inay islaayaan tooba aqbalkoodii inay islaayaan buu noqday dhibaatadaa weyn oo faraha badan oo haysatay bilmatal waxaa ka mid ahaa haddii ruux camdi u dilo qisaas mooyeen mag ma jirin hadduu ruuxkada wax u dilana magi ma jirin wuu iska tegi jiray culayskaa faraha badan oo saaraa yuu ka ridayaa waa hadday raacaan wey yuxillu lahum utayibaa waxa wanaagsan buu u xalaalay wayuxarimu wuxuu ka xaraam yeeli calayhim dushooda alkhabaais waxa xun sida doofaarka iyo ribada wayadacu wuxuu ka dejin anhum xaggooda israhum culayskii saaraa waxa weeye waa duquud waa culays saara waxyaaba alla lagu caabido culaysaa jira waxa inaga laynagu adoonsaday wax culus ma jiro culays dareemaysa bale fudayd baaba dareemiba markaad daacada ku dhex jirto culays badan baa kaa cajiskuba waa kaa baaya wal aqlaala wixii tunka u saaraa wal aqlaala luqungeliskii asalaha luqaha waa luqunta wixii ugu jira marka culayskii luqunta ugu jiray dusha ku sideen buu ka dejinaya allatii aqlaashii kaanad ahayd calayhim dushooda isriga iyo aqlaasha waa isla mid faladiina kuwa marka aamanuu rumeeya bihi rasuulkaas rumeeya wacazaruuhu xurmeeyo oo weyneeyaa wanasaruuhu u gargaara isagiiyo diintiisa watabacuu raaca annuura nuur raaca alladii nuurkii unzila macahu lala soo dejiyey ulaa'ika kuwa noocaasihi hum iyagu almuflixuuna kuwa guulaysta wey qur-aanku waa nuur waxa weeye wixii xun oo dhan buu kuu nuuray oo kuu iftiimin waa nuur kula socda qalbigu nuuray oo xumaantii oo dhan buu kuu iftiimin oo wanaagii buu kuu nuuray waad ku socon wey waa nuur weye qur-aanka kariimka ahi marka ugu dambeynta waxa weeye nabiyullaahi maxamed cidda raacda diin kastaba ha soo haystaa wax kastaba ha ahaadaan mushrikiin ha ahaadaan nabiyullaahi maxamed cidda raacda ciddaa unbaa maanta wax ku oola cid kale oo qiimo lihi ma jirta weeyaan intii nabiyullaahi maxamed la diray
عيد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يعيد كل الدين شيئا كرتا الدين قيمة لها يستطيع ما شرتون. فالذين كوا أمنوا مؤمنين به النبي الرميي وعذروه تعظيمي أو حرميي ونسروه أجرجاري سيد الدين كيس واتبعوا الراعي النور النور راعي الذي نور أنزل معه سجل للسود دجيي أولئك كوا النوع عاشي هم المفلحون كوا بولي سوي مالك يهود با انتا صورده وحلقواني نيا تدكي كلانوا اللواني لكن وحل ليه هاي وحي هوريد آمن سنيدين وقت جيسي وورد ماذا كان راعة هدى شوغا خير هدى دونيسان لبو دنبو إذن كوريالي وانا قو دنبو إذن هرسيدي قلوا حاتي لابا ليدن نبقى الله هذا يا أيها الناس الددو إني أنوك رسول الله الله رسول في سيبان هاي إليكم حقي إن الله صدري رسولك وكو تعلقي جميعا دمانتين الذي رسولك الذي عليه با صدري أما الذي عليه با رسوله أهي له سورة ملك السماوات السمد لها شهدة يتصرف كذا والأرض لا إله إلا حق عبدان مجر إلا هو إساق مويان يحيي الله وحد دنبو نوليا وحو البؤر نولي كسورو بي ويميت والد له مفعولك واللقوية قرى وعام ردي مفعولك اللقوية وعام وعلو وحي نولو دن الله بار نوليني وحيد انتو دن الله بار دلي الله سائي صدري مرك مرك الله مالك السماوات والأرض يتصرف كسي سيدا يهدو صدري تيل إرى عمو يوحك المجران الله إلا عبده ما يملك الله كعنا مجر وحرب السماوات رب الأرض أو كلو ملك لجر مجر كاسا عبادة متيوي قلوا حد كتير أبال لي أيها الناس ضدك يوم إني أنا رسول الله الله رسول في سيبان هاي إليكم حقي إن الله صادر الجميع عن دمان الذي أله له أسونا ذي ملك السماوات السماء تصرف في هذه لها شهادة يو الأرض للك لا إله إلا حق لك عبد مجر إلا هو إساقم ويان يحيي ونو ليا ويميت وندلا فآمنوا فمي بالله الله التلمان تعالى فمي ورسوله كاو صادر أيو أنا أنا فمي أشهد بالله هدتك النبي الله محمد رسولك النبي إلا الدارتي النبي من النبوة من النبوة هذه اللي كاني وحوي وكي لكوري يليوي من النبوة هذه اللي كانينا وكي إلا الدارتي وي أو الدارتي أو نبي أها فآمنوا رمي بالله الله رمي والرسول الرسول في سر رمي النبي النبي أها الأمي وحمقرها انتي كهر ريسي إسلامك ولي وحنا مقر وحنا مغرم بريقا دنبنا وحنا مقر شرين الذي أمي الذي نبي يؤمن رمي إساق اللفتيس بالله الله رمي وكلماته الشرائع ليس رمي كلمات كيس يعني أحكام تيس يشرع كيس رسالوي كيس كلمات وحوي كلمات الله والله أحكام تيسية وحي قويات الذي أمه الذي رسولك يؤمن رمي بالله ألا رمي وكلماته رسالات تيسية أحكام تيسية شروع ليس رمي واتبعوه والراعة والوعي العلينة والراعة لعلكم تهتدون سعاده هنونتان هنون ملك لك إيمان يا مجرى النبي الله محمد أري قديسة إن لما رمي وياني مجرى هنون ملك للقيه لي وحلقوا هنون قفك هنون سني وقفك النبي الله محمد ودده سمري قفك وناكسني وقفك النبي الله محمد ودده سمري وحال يدو واتبعوه والراعة مر لبعض بأمر لسيني لعلكم تهتدون سيادوها ننطان لكي تهتدوا ويا ومن قوم موسى فجوعا إلى قوم موسى دبع الله قلنا قنعي انتا النبي قال له سودح قليه في هذا الكبوح الله يا وائسك مركوين سودح قليه ومن قوم موسى موسى قوم كيسا وحاكمدة أمة جماعة كمدة يهدون الناس ذاتك كهنونية بالحق حق كهنونية وكوه قامية وبه حق يعدلون وحكو حكمان ويكون عادل لما سمياون بركو مدى سوحال ليري علماء قار وحي ليهين وأمد يهود كفل لاغوديو وحي انتي اسه جرودين يدل كجينة جينة تغين يجينة كسي قدبينو ميل هالكاسي اسي قدبينو هالكاسي چوغان بالي ليه هالكاسي ألا كو عابدان بركو حال ليه هاي هبين كإسريه نبي الله محمد وعلى سومري جبريل وسومري ييو مركه بين كاس وصارك كاس واسك قصة ويا مركه كون يهودا الله فتاه قار في عباد كده ويا معني يهودا الله فتاه لا لا هذا يقار وين قط في عنا باد كده أو أنتي دين تلا تعريفية اللي بدلي يقال الله فتاه في عنا حقه هيسه هوا يرادان كون هدير شو جن قار حقه صور عباد كده ويا كاسا كفي عن إن لا إله بشينا يكذب بيان سيدنا كفي عن ومن قوم موسى موسى قوم كيسا وحاكم ذا أمة جماعة كمذا يهدون الناس ذاتك كهنونية بالحق كهنونية كوه قامية وبه حق يعدلون وحكو حكمان يعني يعدلون في الأحكام
بي كحكومة كو ساسا ترى عبد الله بن سلام بي كمدها الله وحوليه وقطعناهم وان كلا قيب الني وان كلا قوقوي الني قلد هذي بن إسرائيل إثنتي عشرة أصبابا لبئية طبان قبيل بان لو كلا قوي ماشي عربت قبيلك استعماشه يا ذي بنو إسرائيل سبد كاستعمالهم مرك الله بيه طبعا قبيل باهن الله بيه طبعا كيل من بنو إسرائيلها مرك الله بيه طبعا كقبيل بين غدين أوه ترمين أسباب لا سو أمما دد آد فرب بدنوي أمما أنت يعني وحي أسباب لا استفوت هاي أمما آد ترب بدن بمعنيه كلي جنت هاي معنا الله بيه طبعا كي لبي الله يعقوب كبر ماي الله بيه طبعا قبيل وحوجله يين غدين معنا وحلو جود الله بيه طبعا قبيل بين غدين قبيل والبن النبي مسوح اسمه نقيب أما وحويه هجامية قبيل هو اسمه سي أمور تدعي صور العريف قبيل في شؤون طاري وحي أبها يهيني وحي كتسو يهيني دعوة القارسين تاري قال والبعريف بإلادها وقد لعناهم ريب بنو إسرائيل وأكل شرشري وأكل قيب النبوي إثنتي عشرة لبية من أسبادا أو قبيل أمما أو أمضف ربضنا ووحينا وانوحيوني إلى موسى نبي الله موسى إذ وقت بان وحيون استسقاه أي كبي يدونين قومه قوم كي محل وحيون أن يدرب أنت سوى مفسرة يدرب كل فوق بعصاك أشادة الحجارة نجح كل فوق فانبجسدها كبرغتي منه نجحا إثنتا عشرة عينا لبي يتمنى لاغوت قد علم وي أبيهين أما وي أقادين كل أناس دد والبوء لبي يتمنى كمدوت كميدا ما شربه مكانك عبدي بي أقادين الله وحول إياه نبي الله موسى وحيا بها لغوغة لدي سواحات كميدا مركي تيه وإياه بيان ربنا بي لهنين نجح كل فالي مركب بعساك الحجر أشاسو هديوة جنسية لي لهنو نجح كسوه وشا كل فتابية كبر غنية هديوة معرفة لي لهنو نجح قاره وتين ويوه لبي يتبن قيس لهو مركب وشا سال الله قلو فمين لبي يتبن لاغوات كبر غنية قلو ولي بالله تيدي ويقانين أي كعب بيان وأساسي ويقاني مركب واحد كردك تار نجح خاصة كردك هدي معجزات أي ويناتنا هدي نجح ودنا ومعجزات باسي وينانيس مركب نجح خاصة كردك أي وطان ماشي تكابر نجح وما أوش الله ويردفاني الله سبحانه وتعالى حكمة ديسو وحوي يقول لنا نبي الله محمد نبي الله موسى معجزة لسيوي أوحينا وحنوحي ونبو ألا ليها إلى موسى موسى إذ وقت بانوحي ونبو استسقاه أي كب كوراب دونين كبية دونين قومه تلكي أن يدرب كل فانوحي ونبو كل فو بعصاك أشهد الحجر نجح كل فوق فم بجسد وحا كبر قتمين ودقي حقي سئثنة عشرة عينا لبي يتمنى الله وحالي لقول هذا اللقظة ثقانا سورة البقرة فم فجرت بالي فم فجرت ماشا انه وحالي لفم بجسد وحال لبدا سورة ذات بمناسبة انفجاركو انفجاركو وبرقشادة دم مركا بيه سوبة عن صعود كالدم بي يا انفجار الليلة مركا سورة دي مدنك اهيد بيها صعود كالدي دم بي يا لقو شالي انبجاس كنا وامرك عصبه سبوديد هروين سورة دي مكة قاهد بالغو شاك لابد سورة دي بساء اوكال عنا قلد اللقاء دي ساسي الهن وحبا يكاد دامنا فانبجاسد وحاكا برغت منه داقي في اثنتا عشرة عينا لبئية طبان لاغوت قد علم وي اوغيهين كل اناس قلو والبا مشربه مكانك عبدو دي اوغيهين قلو قلو كل احن مال وحي اسكو عليدين مال قلو والبا هالكذا في قلان بيه كدر سنوي كعب يساوي marka unaas buu ka cabiray kullu sabdan ma dhihin unaas inay tiro badan yihiin ba meesha lagu ogaanayo waxyaabaha kale lagu galadeeyay waxa kamida zabanutihi dallalna waan hooseynay alehim dushooda alghamama darur baan ku hooseynay waan zalla waan dajinay alehim dushooda almanna malab ire iyo wasalwa tayru samani shimbir salwa la ilaahdo waxa weeye wuxuu weeyahay sawirkiisa hadaa aragto bal de magacyo badan in loo yaqaan laga yaabo qoliyaha qaar kood billiba yiraahdo qoliyana waxa yiraahdeen ila bukuri adu waa bahal yar oo kuusan oo gidirinka kaga yaro ka hoos booda dadka taasi sawirkeeda hadaa aragtay uu weeyahay marka bilmatal ilaah qudradiisa malabkiiba iska soo daayay wax malabka weeyd hada waqtiga doogaadii ay tahay ee cirku naqcis ahayn yahay wax la ilaah ama dharab boo uu leeyahay uu caws iyo waxa leeyahay waa malab sidaas oo kale indu geedaha soo fuuno qof waliba intii ku filan buu ka soo qaadanay hilibkana markay doonaan shimbirti baa isaga imanaysa intuu qato soosho iyo soconay inay kaydaystaan looma ogola haday kaydaystaan maxaaba kaydaysiga maxay ku falayaa way wadallalna waan hooseynay calayhim dushooda alghamama waxa way hooskaasa la soconay inta ay socdaan ila way guurayaan bariga dhaxaysa oo warwareegayaan hooskaasa la socdaan
هبين كينا وحاليد هدين السعودان نقدان تير يعني وحصلا سوكلا وتاجنا نلقى سوكلا يا أوفتي من بلد ماشي دونان وانزلنا واند جنبه قال ليه عليهم دشوا ألمنا ملاب عيران يوم سلوى طير السماني شنبركاس مجا عاسلة كلوا بانو كنري قلنا وحنا كنري كلوا عنا من طيبات ما شيء كيس ونكسن رزقناكم هذه كوا رزقني وواحد كوا رزقني ونكسن وامحي شراب في ملب كي بيهستان وبيجي بيهستان وشنبرتي حلال شاهد بيهستان بك الله فصح بوسي وحول كلوا عنا من طيبات ما شيء كيس ونكسن رزقناكم هذه كوا رزقني مركا وما ظلمونا مركا استوى الله سيدا يقولنا وما ظلمونا ذو حي جوابك تهي مركا سيظلم اللي ما الدين والله عقابي وما ظلمونا ذو مركا سي مركا يميش سوق جليسا اللي هي سيدا يقولنا عمي يمرك يتيها قلم برواقدا سي يوحول بأس سمي يكأمر ديدين وظلم بي سمي مركا الله وان عقابي بوليه سيدا درته وما ظلمونا أنك أنما ظلمين مركا حمانت السمي ظلمونا أنك أنما ظلمين بأل ليه ولكن كانوا وحيا هاين أنفسهم نفطوا ذي يظلمونك وذلمي يعني اللي باتر إيا أبر ديدة إيا معصية أي اللي مادين إياقا وحسكوية إلي عدك الحكوميين الله أنيقا وحبا إميالي رسول شايدي وحبا إميالي إياقوا ما جباتر كسر نغطي وما ظلمونا نما ناي ظلمين ولكن كانوا وحيا هاين أنفسهم نفطوا ذي يظلمونك وذلمي واذكر كشاكه نبقى لله الله يا مركا إذ الوقت قيل لهم لقيري اسكنوا الدقا إلا النبي قال وحال ليه انت هذا غشاك هيسا قولنا في بني إسرائيل إنه حكتا وحيابا بدنوا أي قرين إياه با النبي قال أشيك ليه إياك سيئيو قادان النبي قال له وحيو دي إذ وقت كشاكا قيل لهم لغيري اسكنوا الدقا هذه القرية مقالة دان دقا وكلوا كعونا منها مقالة حق هذا حيث شوتم يالك استوى الدونتار مقالة دان دقا وأريحال ليه وبيت المقدس نوال ليه أريحاي أبادنتاي مركا مقالة دان دقا ماش مالك هادون تانا كعنة يعني بري يا قلبين يا مده هادون تانا كعنة وين دين عال وحكيرة دين عال وحكيرة يا حق كلو يا واحد لحد يدك ويال كل وايد فسح وحمد رب منوع إذا كان يمشيله إذ قيل لهم لقي ربال هذا كشاكة أسكنوا الدقة هذه القرية مقالة دان دقة وكلوا كعنة منها مقالة دا يا مده هذه رزق هذا حيث شئت برت هادون تان وقولوا لها حدة مرادنا حدة دم بشديد ويدها قولوا لها مرادنا مراد كي يجو حدة دم بشديد وين وادخلوا قال الباب الباب كقلا سجدا إذن كوا خشوع سن أو سجدا إذن كوا وجه قدر كقها يماها إذن كوا خشوع سن وألا وهو جالسن أو مؤمنين قلا نغفر مركوان نافين لكم إذا خطاياكم دم بيالكين خطيئاتكم دم بيالكين دم بنافينا سنزيد ولب وأزيادينا المحسنين كوا السما فلين واحد دم بالداف كليا ما هي واحد بدنه خلا الله قدري محسنين تا بقال دي بالي رجلا حدة بالي مرادنا حطة يعني واحد ربناي واحد دم بفيد وادخل الباب الباب كجلا سجدا يدك خشوع سن أو الله هو جالس نغفر لكم مركا ونافينا خطيئاتكم دم بيالكين يقففكين نورن سنزيد ولب وأزيادينا المحسنين قوة سما فلي وكل المحسنين بعد مركا نقنسا فبدل ويبدلين الذين كوي ظلموا ظلم السميي أو منهم إياه كمدا وحي لا أمره وحي كبدل قولا وحي لا أمره فبدل الذين ما أمروا به وي. كوي ظلم السميي وحي لا أمره وحي كبدلين قولا قول بي كبدلين قول كاسو غير الذي كي غير كأه قيل لهم لوجر حندة ظهم يالي وحي لا هذين بال لليه حندة في شعيرة قمان ديه هذي سكوت كتان ربنا به حندة في شعيرة يعني ربنا به ماشي سجود يا خشوع يا خشوع سنة سجود سنة وركوع سنة كجل الهاين يقص سنتة كوس قيا بيجلان وحي اللي يروحنا فعل يقول بوي بدنا قول كي حدة تنها ويبدلين واحد حدة في شعيرة سجود فعل في هاي يدك سجود سنة خشوع سنة قال اللي يرينا وحوي الضباط يقص سنتة كوس قيا يجلان فبدل ويبدلين الذين كوي ظلموا ظلم السميي أو منو يا كمذا وحي الله أمره وحي كوب بدلين قولا قول بكوب بدلين قول كاسو غير الذي في غير تقيل لهم لو يري أردها لهم فأرسلنا وان قد الري عليهم دشوضا خجا عذابا من السماء السماء حق هذا كاسو قد الري بسبب ما شيء سبب كانوا أهيين يظلمون كون ظلمين بسبب الظلمين بلك عذاب كان لقد الري وحال ليه داعون باق علي بالي اللي ريبن إسرائيل لم يدبر قوينونا قمل وما تشوك سنين عذاب كان لقد الري داعون بوا هذا لي ساعد قديهد با لوري اللي با تنكن با ساعد قديهد داعون كون ما تيبالي بك عذابك اللي قلت لي واكا
عذاب للدبر قويه قمت اللوت شوك سدي ما اهين ولا ذا ربنا يسرع الله وحوليا فاصلنا وان قدر عليهم دشور خزا عذاب من السماء سبدا كقدر بما شيء سببتي كانوا يظلمون كوذل مسوي بسبب ظلمهم بسبب كونهم ظالمين مركا وحويه مرك ربنا يسرع سدا لليهي إننا قد دقنين بينوتها وحلليها عدي الدنبي يا معصية السميسة لباتذي واضية وسألهم بل ويجيب النبي قال لقير لمن كان يهوده كل شوقة عن القرية مقالدي التي مقالدي كانت هاي حاضرة البحر بدأ أكتاد هاي إذ وقت يعدون أي حد قدبين في السبت السبت ذا أي كحد قدبين وسبت ذيها أغارسنين الليلين أي أغارسنين إذ وقت بأي هيد وقت قاسية تأتيهم أي من حيتانهم كلون كوضو يوم السبت ما لنت السبت ييتقى أي وحك حراميين شرع عن يده ظاهر وبيها سأكل شوكته ويوم ما لا يثبتون أين السبت يسنين وفسح يهين لا تأتيهم أبا إمن ما يسبون سيد الله امتحانه وحوي قول داس قرية داس وحي أهي قرية دا أيلا ليلا بالي وحوي دا حيسا دور دوري وحوي دا حيسا مدين ميلاس أموات دبرية متكستبها آهاتين وقرية دا بكا النبي سؤال وحلو ليهي شيء وقادا النبي وحلو شبهين وحيا وحاس وحياباه وقرصان بها عقاب فماشى كجدع ذي اللي باتوي كذو حسوك اليهود ويقرين شنين حيو قاربوها بركا النبي يبقى سؤال بالمقال ذا كورم حالة ذي سداسة سداسة كورم بركا وحيو قاني يا النبي إلا وحيو ذي بركا إلى قدرة ذي سه وحالي يوال امتحاني وحالي ذي سبت ذا وحبها السماي سنين بركا إلى قدرة ذي سمال انت اي سبت ذا تاي وانا وحبا اقار سنين كلوك ويستصاف فول فول مركاسو انتو بدا بي كر اصابحة يسوغي سوى فول بود بود يبيه هدو سوى ذي مني مالنتا اين السبتيسان انو احد مركي لقارنا بابا اللواي وما لوكاي مكا ساي حد قدب سمايينو سيدان با اسهاميي وحويل السيدة يهيرا سيدان كوشي لكرم ميساني انتا تقل شوجي لي وحقورتانو بيها مالنتا السبتي دا كوشي ديسان عصر كي مركي تهي كحيرا مركا من نغن كراكالونكي بس مدبا ساسميي كي كلا ساسميي درس كي با اوغادي درس كلا اوغادي فصاق دي ودبا سوق اللقا شي مرك سيدا ساي وسأل ويديبا النبي الوجري يهودا كل شوك عن القرية مقالدي أي لوي التي مقالدي كانت أهيد حضرة البحر بدا أكتانا يعني بدا كودا قنيد إذ وقت يعدون أي حد قد بين في السبت السبت إذا أي حد قد بينه وغارسي الله أقلين أي غارسدين إذ وقت بين أهيد وقت غاسي تأتيهم أي من إيسي حيتانهم كلون كوضو يوم سبتهم مالين تسبت إيسي وجمعيسي وكالي وجمعي سنين يوم سبتهم مالين تسبتيي سيغو سبتي دلغو جيرو شروع عن حالي ظاهر تاي او بدا بيها سيدا او صوت بالانا يا او ميش سو تشوكسنا يا ويوم ما لا يسبتون اين سبتيي سنينو اي فسح يهين لا تاتيهم او بايما ما يسباني قالوا امتحان كذلك سيداس يانو نبلوهم امتحاني بسبب ما شي سببت كانوا اهيين يفسقون كوفا سيقومن او كلون كان مالين تسبتي دا ايمان يا مالين تكلن الوايو عقاب دنبي هروي سميين بالو عقابي فاسقني وهو رئيس مايين بعقابة الله مريني كذلك السيداس آد أركيسو وقرية الله امتحاني يعني نبلوهم امتحانينا بسبب ما شيء سبب تكانوا هي يفسقون كون فاسقين السماء يفسقون يعني بسبب فسقهم بسبب كونهم فاسقين والله سبحانه